مما العوالم نكست أعلامها واسود من صبغ الفضاء أيامها ما راعني ما راعني ما راعني إلا انقلاب حقائق الأكوان إذ بلغ الفضاء إلمامها قد أعجم النطق الفصيح لقوله. يقول الشاعر الدنيا متغيرة، الكون صاير مظلم، الشعراء الواعظون الكل يندب، قد أعجم النطق الفصيح لقوله وبندبه وبندبه قد أفصحت أعجامها ماذا حدث يا شاعر قال وإذا العوالم على لسان واحد تدعو أسا اليوم مات إمامها باقر علم آل محمد منه شفت غل القلوب طغامها يا ويلي يا ويلي نوحي على أولادك يا زهرة ولبسي سواد كل ما طلع منك بدر للدار معه مأجور مدري تقاسي يا بتولة أي مصيبة كسرة ضلوعك لو بدور اللي بطيبة لولا الإمام المنخضب بالفروض شيبة وياي أعني علي المرتضى والد الأمجة ولا الإمام اللي قضى من سم جعدة ثاني الأيمة اللي انفطر بالسم كبدة أويلي واللي انطرد لا يدفنونه عند جده هذا الإمام المظلوم واللي انطرد لا يدفنونه عند جده جدة الحميرة مع بني أميه الأوغى إلا وأعظام مصيبة يا حزينة تفت الانفوق مصيبة اللي بكربلاء ظلوا بلا روح وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة بلا رموح وخيل الأعادي هشمتهم يوم الأطراد أويل اللي راحوا ولا خلوا بقي غير واحد أعني أبو محمد علي الراكع الساجد كاف اليتامى هم من الأعدام كابد من سمع مقاسي بعد تقطيع لفات وما مصيبة باقر علوم النبي ليتش نظرتيني
مكسورة الضلعة من سمه فادة يا زهرة صار شطرين من حالة تبكي نسوته وتنوح لولا لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر إنه يوشك أن تبقى حتى تدرك ولدا من ولد الحسين يقال له محمد يبقر العلم بقرا فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سيرة الإمام الباقر سلام الله عليه تحمل في طياتها العديد من المحطات. الإمام الباقر سلام الله عليه توج بتاج العلم. سيرة الإمام يظهر فيها العلم أكثر من الجوانب الثانية. شوف مثلا لما تقرأ سيرة الإمام الكاظم سلام الله عليه تقرأ جانب الظلامة، تقرأ جانب التضييق على العالم، التضييق على الإمام المعصوم في تبليغ رسالته. مو الأئمة سلام الله عليهم هم مصلحون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تقرأ مثلا سيرة الإمام أمير المؤمنين تطلع إليك عدة منارات، تضحيته في سبيل الدين، علمه الجم، وراثته عن رسول الله العلم والسؤدد. تقرأ في سيرة الحسين تشوف الشهادة بارزة، تقرأ في سيرة الإمام الباقر ترى منارة العلم. شوف جانب العلم هو البارز في سيرته سلام الله عليه، خصوصا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بولادته قبل أن يولد. بعض الروايات تقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان يلاعب الحسين سلام الله عليه وهو صغير السن، كان الإمام الحسين سلام الله عليه في سن صغيرة وكان رسول الله يلاعبه، ثغرا يطيل رسول الله رشفته حبا ويفرح فيه كلما زار، يقول الشاعر، كان يداعب الحسين سلام الله عليه. وكان جابر حاضر الموقف فقال له يا جابر إنه يوشك أن تبقى حتى تدرك ولدا من ولد الحسين يقال له باقر يبقر العلم، محمد يبقر العلم بقرة. ولما أجي تشوف هذا المنظر يقولون المؤرخون إن الإمام الباقر ولد متى؟ الإمام الباقر 57 هجرية وتوفي سلام الله عليه 114 هجرية، عن 57 سنة تقريبا في الخمسينات عمره الشريف على اختلاف النقولات والروايات. يقولون كان الإمام الباقر صغير السن شاف جابر بن عبد الله الأنصاري فقال له أقبل أقبل أدبر أدبر، قال له أقبل فأقبل، قال شمائل رسول الله ورب الكعبة، من الغلام؟ من أنت؟ قال له أنا محمد بن علي بن الحسين. قال
يا محمد إنك والله الباقر تبقر العلم بقرا. ثم قال يبلغك رسول الله، جدك رسول الله يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، فقال عليك وعليه السلام ما بلغت يا جابر. وهذه البشارة الأولى في سيرة الإمام سلام الله عليه. انجي إلى التجسيد الواقعي لسيرة الإمام. شوف أنت إذا تريد تقرأ شخصية لا تقرأها فقط من جانب واحد، ارجع إلى الجوانب الأخرى مع مراعاة الظروف الموضوعية، ستقرأها قراءة موضوعية، قراءة متمعنة. انجي مثلا إلى من؟ انجي إلى ابن حجر العسقلاني. ابن حجر معروف موقفه، صاحب الصواعق المحرقة في الرد على الجهمية والرافضة. ابن حجر العسقلاني معروف، علم من الأعلام. هذا يقول لقد كان أبو جعفر إماما كبيرا وكان يبقر العلم بقرا أي يوسعه ويشقه، وقد أظهر، شوف كلام ابن حجر، وقد أظهر من مخبآت اللطائف وكنوز المعارف ما لا يخفى إلا على فاسد السريرة أو منطمس الطوية والبصيرة. هذا ابن حجر. إذن يوحي إلينا بالمقام السامي الشامخ للإمام الباقر، بحيث لم يستطع أحد إنكاره، ما يقدر أحد ينكره. طيب انجي مثلا إلى جوانب، إلى جانب آخر، خلنا نشوف هل يستطيعون أن يلمزوا في الإمام مثلا، أو أن هل يستطيعون أن يظهروا بعض الجوانب الثانية اللي ما تكون جوانب موضوعية. انجي إلى الذهبي، الذهبي في سير أعلام النبلاء. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء هذا كتاب جدا قيم، جدا قيم، فيه العديد من المجلدات، فيه سير أعلام النبلاء، نبلاء القوم يؤرخ إليهم الذهبي. شنو قال لما جاء إلى الإمام الباقر؟ يقول لقد كان أبو جعفر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله، ولكن من فيها لكن في يعني مشاكل، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه. يقول علمه محدود ترى، ها لا تفكرون أنه يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ها شوف يعني من هوان الدنيا والله. ولا يبلغ في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتاده وربيعة الراي، ولا يبلغ في الفقه درجة أبي الزناد، فلا نماريه ونجترئ عليه. يقول احنا ما نتجرأ ولا نماري أبدا، إنما هذه الحقيقة. لكن احنا لما نوقف إيه الذهبي نشوف أولا من هو أفقه، من أعلم، عبد الله ابن عمر ولا قتادة؟ من أعلم في الحديث؟ يقطعون أن عبد الله ابن عمر أعلم، أعلم أكيد، أكيد ما في كلام بعد، ها؟ عبد الله ابن عمر أعلم في الحديث. يجي لواحد في المسجد يقول لي يا أبا حفص تفضل آمر قول. قال أنا عندي مسألة. قال تفضل قول مسألتك. جاب المسألة كامل. قال إلى والله هذه ما أعرفها صراحة. شوف هذا شيء جميل، شيء جميل. إذا أنت تسأل ولا تعرف قل لا أعرف، ما فيها عيب، ما فيها مشكلة، قل لا أدري. قال له والله ما أدري، بس روح شوف هذا الغلام الجالس في المسجد هذا بطلع عيونه. أنت الآن عالم كبير ترشدني إلى واحد عمر 7 سنين صغير، هذا تبطل العيون يعني اندهش،
يعني انت جاد يا عبد الله ابن عمر في الموضوع ولا انت جاد؟ قال له لا روح 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 اسال روح، لا لا بعد مو تسال وخلاص تمشي، لا اسال خلي اعطيك الجواب وتعال لي. وبالفعل يروح يساله يعطيه الامام الجواب ويجي له، عطاه الامام الباقر الجواب وهو صغير. رجع إلى عبد الله بن عمر قال إنهم والله أهل بيت مفهمون. وهذه كلمة مو كلمة عادية، تعرف يعني شنو مفهم؟ يعني أن الله يلهمه بالعلم. وفي الكافي إحنا عندنا الكليني يقول إنه ليفاض علينا في كل ليلة جمعة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أو غيره من الأئمة المعصومين، يفاض عليهم علمهم من لدن الله، إنهم أهل بيت محدثون. ولما يسمعوننا أخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى مع كل احترام إليهم، لما يسمعوننا يقولون لا والله أنتوا شوية تغالون في أئمتكم، نقول لهم تعال وقف، أنتم بنفسكم رويتم عن عمر بن الخطاب أنه كان يخطب في القوم، خليفة المسلمين يخطب في القوم، وإذا به يقول يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. اندهش المسلمون، قال له ايش سويت يا عمر؟ من هو من هو سارية؟ ايش السالفة؟ قال لقد ألهمت إلهاما إلهام. وبالفعل يرجع سارية قائد الجند من الحرب، قال أنقذتني كلمة أمير المؤمنين عمر. شنو اللي أنقذتك؟ شلون أنقذت؟ قال لقد وصلني كلامه يا ساري الجبل الجبل، فرأيت أن العدو قد فتح، عدنا إحنا عدنا ثغر على هذا الجبل. إذا أنتم تعتقدون بهذا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر، ما يصير. أنتم تعتقدون في أن عمر ابن عبد العزيز الخليفة الأموي كان محدثا، إحنا فيها شيء إذا اعتقدنا أن الأئمة محدثون؟ فيها شيء. إضافة إلى ذلك أنت لا تجي إلى سيرة الأئمة من جهة علمية وتوقف، لا ترى يا جماعة أهل البيت سلام الله عليهم ما سادوا الناس بالعلم فقط، لا والله لا والله، خلنا نجي إلى أخلاقيات الإمام. ترى إحنا والله محتاجين محتاجين في هذه المحافل، دور المآتم هذه، دور المآتم تهذب أخلاق الناس، تذكرهم بأخلاقيات أهل البيت، تعلم الناس حسن الحديث حسن الجوار. مو الإمام سلام الله عليه يقول صلوا في عشائرهم عودوا مرضاهم، إن الرجل منكم إذا حسن خلقه بين الناس وحسن حديثه قيل هذا جعفري فيسرني ذلك. انجي الى الامام سلام الله عليه، يوقف الى واحد قال له انت اللي يسمونك بقر، يستهزئ بالامام، قال انما انا باقر، ما يسموني بقر انا باقر. قال له انت ابن السوداء الزنجيه بذيه اللسان، قال ان كنت قد صدقت غفر الله لها، وإن كنت قد كذبت غفر الله لك. شوف الأخلاق، شوف الأخلاقيات. هذا ما استطاع بعد أن يصمد أمام هذه الأخلاق، انصعق بالأخلاق العالية، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوف مو الإمام يقول إلى واحد ثاني، واحد ثاني شوية اشتد تعرف، قال له إن قلت واحدة سمعت عشرا، قول يعني بسمعك عشر، قال إن قلت عشرا لم تسمع واحدا. واحد لابد أنه يحافظ على هذه الملكة، ملكة الغضب يحافظ عليها، ما يغضب إلا لله. والإمام الباقر سلام الله عليه لما نشوف لما أن أطال هشام وقوف الإمام الباقر، إيش سوى؟ غضب الإمام سلام الله عليه في الحادثة المعروفة لما أن امتنع أهل مدين أن يعطوا الإمام، مو لما طلع الإمام الباقر سلام الله عليه من وين؟ طلع من هشام ابن عبد الملك بعد أن اختبره هشام في الرمي، خاف ما يعرفونها الصغار أو الشباب،
يقول لك يوم من الأيام طرش هشام إلى الإمام الباقر، وبالفعل يسافر الإمام الباقر من المدينة إلى هشام، يقول له أو تحسن يا أبا جعفر الرامي؟ يقول له أنت تحسن الرامي؟ كان منصوب عندنا دائرة فيها مات رماية. قال له إني قد كبرت ما أقدر بعد. قال له لابد. قال إني كبرت. قال له لابد، لابد أن تفعل. فأخذ الإمام السهم، يأخذ السهم، يرمي السهم في لب المركز في الوسط. تفاجأ هشام، قال له اعطوني السهم الثاني، يجيب السهم الثاني، يشق السهم الأول. تفاجأ، اندهش من الدقة. الثالث، الرابع، السابع، يعني شق الأسهم. وهذه مهارة، هذه مهارة لا يستطيع أحد إلا من ندر بلوغها، مثل الكبريت الأحمر المهارة هذه. قال والله ما رأيت أرمى منك يا أبا جعفر. أو يحسن جعفر ابنك مثل ذلك؟ يقدر. قال له إنا أهل بيت قد توارثنا الكمال. شوف الإمام سلام الله عليه يريد يوصل رسالة إلى هشام، قل ترى إحنا الله يسددنا، ها إحنا توارثنا الكمال، صاغر عن كابر، انجي إلى موقف أهل مدين. يطلع بعدين الإمام من مركز الخلافة الأموية آنذاك من عنده هشام، يروح يمر بمدين، مر بمدين، وش صار؟ امتنع أهل مدين أن يعطونهم طعام، أكل، شراب، امتنعوا نهائيا. السبب شنو؟ السبب أن رسالة وصلت إلى عامل مدين، ترى هذا محمد ابن علي وجعفر ابن مشركين، دولين ترى مشركين أصلا، دولين راحوا بعد ما طلعوا من المركز. راحوا وين؟ راحوا إلى جماعة من النصارى، وصارت حادثة، وهذا محمد بن علي قد أعجز النصراني. موسى على عدة مسائل، قال إلى شلون الجنين في بطن أمه، قال إلي عفوا، قال له كيف تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يحدثون؟ شلون تقولون أنتم يا المسلمين هكذا؟ قال له إن الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يحدث، نفس الشيء. واللطيف في هذا القصة، أنا قاعد أختصر المطالب باختصار شديد، اللطيف في هذه القصة أن الإمام لما سئل قال له النصراني أنت من علمائها؟ قال لست من جهالها. شوف ما قال أنا عالم، ما قال أنا عالم، مهما بلغت من العلم لا تقول أني أنا أفهم وأنا عالم وأنا كذا. تواضع، تواضع، التواضع للعلم هذا قيمة عالية، كلما تواضع كلما ازددت علما. طيب، وبالفعل الإمام سلام الله عليه يخرج بأبي وأمي إلى مدين، يمتنع أهل مدين بهذا السبب عن أن يطعموهم أو يسقوهم. هني عاد شوف ملكة الغضب، احنا انطلقنا من ملكة الغضب، هني غضب الإمام سلام الله عليه، فراح في أعلى جبل ونادى وإلى مدين أخاهم، شنو الآية؟ شعيبا، إلى قوله تعالى الآية شنو؟ والله نسيتها بعد مرة واحدة، سبحان الله. على كل حال جاب هذه الآية تماما، تماما الآية هذه جابها، ويرجع سلام الله عليه بعد أن تحدث البلبلة العظيمة، ارتجت الأرض غضبا للإمام سلام الله عليه، إن هذا الإمام دعاء مستجاب، مو أي دعاء، وما يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. وبالفعل يطلع واحد لهم، قال لهم أنتوا شفيكم؟ هذا ولد رسول الله، هذا ابن رسول الله، والله لقد وقف موقف شعيب لما أن دعا على أهل مدين. هذا اعطوه، وبالفعل
رضوا أن يساهموا معه، رضوا أنه يعطونا الأكل والشراب عن طريق البيع والشراء. طيب انجي إلى مثلا خلق الإمام سلام الله عليه مع الشامي، يقولون واحد من الشامي كان يجلس مع الإمام سلام الله عليه في مجلسه، يقول له والله يا أبا جعفر إني أكرهك، يقول له أنا أبغض أنا ما أحبك، ولكن لحسن حديثك جلست معك، حسن حديثك هو اللي يرغبني. وبالفعل يطلع هذا الشامي يوم من الأيام يشتد عليه، يصيده مرض يشتد عليه، التفت إلى واحد من أهل داره قال له شوف إذا أنا مت في مرضي هذا خل أبو جعفر محمد ابن علي يصلي علي. شوف الإمام كسبه يعني تمكن حب الإمام من قلبه مع كونه يكرهه، يقول باللسان أنا أكرهك، لكن أخلاقيات الإمام. وبالفعل هذا يجي يقول للإمام فلان ترى حالته حالة ويحتضر ويقول لك أنت تصلي عليه. قال الإمام سلام الله عليه امهلوني هنيئا، ايش سوى؟ راح توضى وصلى ركعتين وسجد سجدة طويلة، رجع إذا بهذا والله يصوت الناعي عليه يصيحون في داره، قال له مهلا مهلا. تمتم الإمام سلام الله عليه فهذا أفاق مباشرة، أفاق، قال اعطوه الآن سويق، اعطوه بعض الأدوية، اعطوه صار بصحة جيدة. قالوا له ما الخبر صار؟ قال والله أني قد أدركت. يعني شلون أدركت؟ يعني أنا راحت روحي بعد، طلعت روحي، خرجت روحي، فكأني بين أن أبقى خلاص أشوف جسدي، يعني شاف جسده، وإذا بالمنادي ينادي ردوا عليه روحه فقد سألنا محمد ابن علي ذلك. يعني الله استجاب الدعاء إلى الإمام الباقر. وبالفعل يردون روحي، يقول ردوا روحي علي وأنا الآن استرخص منك يا إمامي، يسترخص من الإمام الباقر، استرخص منك، وصار من الشيعة المخلصين للإمام. قال له الإمام أما علمت إن الله أو أن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله. يقول لك يعني أنت لا تسوي أشياء تخليك مبغوض من الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالك. اليوم إحنا كم مشكلة عندنا، كم قضية عندنا تحتاج إلى واحد يفكر فيها حتى يحلها بما يحب الله سبحانه وتعالى. وهذا العطاء النوراني للإمام سلام الله عليه، ها؟ أنت جيت لعلم أعطاك في العلم، جئت للخلق أعطاك في الخلق، جئت في العبادة أعطاك في العبادة. ملك قلوب أهل المدينة كافة، ها؟ يقول ابن منظور لقد تبقر في العلم وشقه وعرف لطائفه وخفايا. وبالفعل اجي انت الى سيرة الامام، اعطى هذا النورانية الكبرى، واذا بالطاغية يتحين الى الفرص حتى يسمى. يقولون اعطى زيد ابن الحسن اللي كان يبغض الإمام مع كونه ابن عمه لكن يبغضه، أعطاه سرجا مليء بالسموم. وبالفعل ما إن ركب الإمام ذلك السرج حتى تورمت قدماه من حرارة السموم، تورمت أقدامه، أثر ذلك السم في جسده الشريف حتى تغير لونه. يقول ما نزل الإمام من ذلك السار حتى وصل إلى بيته انكب بأبي وأمي على فراشه، رمى بنفسه على ذلك الفراش وهو يؤن كأني به يؤن أنينا من حرارة تلك السموم. أجركم الله شيعة موالين، بس ما ركب ذاك السرج
والقلب مالوم ما نزل إلا والجسد نفذت بيه لسموم وظلي تقلب على فراشه ودنا المحتوم والتفت لابن الصادق بعبره جريه أخذ يوصي ابنه الصادق بوصاياه يقل له يا والي الدين وللإسلام حامي ودعتك الله يا بني تقضت أيامي جهز أموري والكفن يا بني إحرامي وهذه الأمارة وانتهت لك الوصية لك يا ضياء عين الإمامة وانت إلها مرجع الشيعة في فجاج الأرض كلها تهدي الشر تهدي البرية ويجتمع باسمك شملها إسلام إمامية وشيعة وجعفرية أخذ يوصي بالوصايا أبا عبد الله كفني إن أنا موت غسلني وحنطني ببقية الحنوط الذي من عند رسول الله التف حوله أهل بيته نادى الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون عرق جبينه سكن أنينه أسبل يديه يلا هيا روحك لمصيبة الإمام أسبل يديه مدد رجليه وفاضت روحه المقدسة ألمن مناد وإماما ألمن مناد وسيدا قام إليه في جهازه إمامنا الصادق لكن بأي حالة قال غسل سمي المصطفى ولف بالأجفال والذكر وصاب الجرع همنال مروان وتقرحت حول السرير قلوب وجفان وعند الوداع ارتفع بالحسرات والوا من أصعب المواقف أصعب موقف عندما يأتي أهل الفاقد إلى المغتسل هذا يقبل جبينه وهذا يقول له يا أبوي سامحني وهذا يقبل رجله ويا ساعة التوديع كم من شقة جيوب وشعور منشورة وكم هاجت من قلوب قصدوا بنعشة للرسول وصاحوا وقصدوا بنعشة للنبي وصاحوا يا مهيوب ابنك قضى مسموم من استخبر الحال لو مر بنعشة للبقيع اشبول واسبع ومر بتابوته على مكسورة الأضل سمع ونين أم البتول تصيح بالقاع وسمع ونين أم البتول باطن القاع تنادي يا خلق الله اشتعل قلبي بلهيب
كشفوا لحد عني أبطلع على ابني اليوم قطعوا كبدي مثل كبد بحار الاسمو وبعدي يا شيعة في عزا يا جدة أبكي على اللي بكربلة جثة عثير بعد محمد الباقر شفناه وحصل تغسيل ما ظل على حر الثرى ودمومه تسي وما حيد رماه بالسهام قطع القلب ما مثل ابو السجاد مطروح على الغبرة اويلي سمعنا اليموت يجيه دفان ويحفر قبر ويفصل اجفان ما سمعنا اليموت يضلع عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه يعلقونه على سنان